غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية مع مهند الخطيب. أهلا بكم إلى غرفة الأخبار ونتابع فيها: لندن والقاهرة أحاديث طائرة، روسيا وسوريا مرحلة صاروخية، وفي الملف الخاص حكايات مدن غارقة. والبداية بقضية الطائرة الروسية، إذ لم يكد يحط الرئيس المصري رحاله في لندن حتى فتح وزير الخارجية البريطاني باب الجدل واسعا بحديثه عن الطائرة الروسية المنكوبة في مصر، كما فتح بابا أوسع للاجتهاد بخصوص نوايا لندن، فهي لم تنتظر نتائج التحقيق ولم تتحدث مع أصحاب الشأن قبل إطلاق تصريحاتها بشأن وجود قنبلة على الطائرة، مما يعزز الرأي الذي يسيس القضية ويربطها بملفات عديدة تبدأ بأوضاع مصر الداخلية ولا تنتهي عند التدخل الروسي في سوريا. إجراءات استثنائية اتخذتها بريطانيا بعد تحطم الطائرة الروسية في مصر، تعليق الرحلات إلى سيناء وإجلاء من تبقى من الرعايا البريطانيين هناك. لندن ترجح فرضية العمل الإرهابي وراء الحادث. اعتمدت في القرارات التي اتخذتها بشأن السياح في مصر على تقارير استخباراتية. بالطبع نحن لسنا متأكدين من أن عملا إرهابيا وراء حادث سقوط الطائرة الروسية، لكن أجهزة مخابراتنا رجحت ذلك، وأنا تعاملت مع الأمر من هذا المنطلق. بدا أن حديث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون غريبا. الدول الأولى المعنية بالحادث روسيا ومصر لم تعلن شيئا. المحققون الروس المتواجدون في سيناء حاليا لا يزالون يبحثون عن سر سقوط الطائرة. التحقيقات الجارية تتجه لفرضية العطل الفني أو الخطأ البشري، ولا تستبعد أيضا العمل الإرهابي. ويبدو أن الحادثة اتخذت بعدا سياسيا، فتركزت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذه القضية. كان في اتصال بيني وبين دولة رئيس الوزراء عشان مزيد من الإجراءات ومزيد من التفقد، وأنا تفهمت ده، تفهمت أن دولة رئيس الوزراء عايز يطمئن على المواطنين البريطانيين وده من حقه، واستجبنا لكل مطالبه في أنه يجي وعناصره تيجي وتتفقد وتطمن على الإجراءات اللي احنا عاملينها في مطار شرم الشيخ. وبنقول مرة كمان أن احنا مستعدين نتجاوب أكتر مع أي إجراءات تطمن كل أصدقائنا على أن الإجراءات الأمنية اللي موجودة في مطار شرم الشيخ كافية وأن المطار مؤمن بشكل جيد. السيسي الذي قدم إلى بريطانيا لبحث الحرب على الإرهاب والأزمة السورية وجد نفسه ينساق لحوار الطائرة. ولندن التي لا تبدي ارتياحا على ما يبدو للرئيس المصري وجدت في سقوط الطائرة مدخلا لبحث ملفات عدة تبدأ بالأوضاع الداخلية في مصر ولا تنتهي عند موقف القاهرة أو حتى موسكو من الأزمة السورية. معنا الآن من القاهرة عبر الهاتف مراسلنا سمير عمر. سمير، مساء الخير. آخر المواقف الرسمية المصرية فيما يتعلق بموضوع الطائرة الروسية. ولعل الرد الفعل الذي جاء من رأس سلطة في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي المتقابل مع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني هو ما يعبر عن التوجه المصري، وهو أولا أن مصر تفهم أي إجراءات احترازية أو أي مخاوف لدى الأطراف وبخاصة الطرف البريطاني الذي سبق الجميع واتخذ إجراءات أثارت دهشة الخارجية المصرية، واعتبرها وزير الخارجية المصري سامح شكري بالأمس فور إعلانها أنها مثيرة للدهشة وتمثل استباقا لنتائج التحقيقات. مصر في هذه اللحظة تؤكد على أن ليس هناك أي دليل يرجح وقوع تفجير إرهابي أو استهداف إرهابي قاد إلى سقوط الطائرة. لجان التحقيق التي تضم خبراء مصريين وروس ويمثل أيضا فرنسيين وألمان وأيرلنديين لم تجزم بوقوع أي عمل تخريبي أدى إلى سقوط الطائرة. وهذا هو الموقف الرسمي المصري. وزير الطيران حسام كمال كان قبل أن يعقد المؤتمر الصحفي الرئيسي قد أكد على انتظام عمليات الطيران الهبوط والإقلاع في مطار شرم الشيخ. نعم، ولكن سمير، هل هناك أيضا أي معلومات يعني تنفي هذه الاحتمالية، أم أن هذه الاحتمالية ما تزال قائمة كغيرها من الاحتماليات من وجهة نظر النظر الرسمية في مصر؟ من وجهة نظر الرسمية ولجان التحقيق في مصر هناك ثلاثة فرضيات يتم التعامل معها. الفرضية الأولى أن يكون عصبا قد أصاب محركات الطائرة أو أحد أجزائها، قد ما أدى إلى استباك قائد الطائرة
والحيلولة دون توجيه نداء الاستغاثة وسقوطها في النهاية. الفرضية الثانية أن يكون قد حدث خطأ بشري في التعامل مع أجهزة الطائرة ما أدى إلى سقوط الطائرة بعد نحو 23 دقيقة من إقلاعها. الفرضية الثالثة أن تكون الطائرة قد تعرضت لعمل تخريبي. كل هذه الفرضيات مطروحة على طاولة البحث بعد تفريغ بيانات فندقين الأسودين وبعد تجميع الحطام والتعرف على أو محاولة التعرف على طبيعة ما أدى إلى سقوط الطائرة. من الممكن أن يصدر يعني ما يوضح سبب سقوط الطائرة، ولكن كل هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت وفقا للمسؤولين المصريين أو المشاركين في لجنة ورجال التحقيق. الذي تبعد فقط هو سيناريو إطلاق صاروخ من الأرض أو من أعلى أحد الجبال في اتجاه الطائرة نظرا لارتفاعها لنحو 33 ألف قدم في السماء. إذن نحن نتعامل مع واقع الأرض في شرم الشيخ، انتظام حركة الطيران الداخلية والخارجية باستثناء شركات الطيران البريطانية، وفي الجانب الآخر استمرار أعمال تحليل بيانات صندوق الأسد الذي تم تفريغه وانتظارا لتفريغ صندوق الأسد الخاص بقمرة القيادة، والذي يحتاج إلى جهد فني قد يطول بسببه وينتظر في النهاية التواصل والتعرف على طبيعة سقوط الطائرة. ولكن على المستوى السياسي تبدو القاهرة التي أعرب وزير خارجيتها عن دهشته بالأمس من موقف بريطانيا تبدو اليوم أكثر تفهمنا بخاصة على اتصال وزير الخارجية الأمريكي بنظيره المصري وتأكيده على أن ما صدر من بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن سقوط الطائرة لا يعبر عن موقف البارة الأمريكية، وأيضا ما يعني حاول أن يتراجع بشأنه ورئيس الوزراء البريطاني الذي قال أنه ليس هناك ما يؤكد وقوع هذا العمل الإرهابي ولكنه أحد الاحتمالات وفقا للمخابرات أو المخابرات البريطانية. سمير عمر مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة عبر الهاتف من القاهرة. الآن معنا من لندن عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية الدكتور عبد الله حمودة. دكتور حمودة مساء الخير، مرحبا بك معنا. هل هناك يعني جانب له علاقة بالسياسة؟ هل هناك من يحاول تسييس القضية أم أن هذه الدول لها مبرراتها فيما يتعلق بالمخاوف من احتمالية أن يكون الحادث سببه عمل تخريبي؟ يعني هو في ضوء عدم تأكيد سبب محدد لسقوط الطائرة تظل الاحتمالات كلها مفتوحة. النقطة المهمة في هذا السياق هي أن الحكومات الغربية المسؤولة أمام شعوبها لا تستطيع أن تترك أمرا من هذا النوع دون أن تتحوط لما يمكن أن يحدث. لكن عندما تتحدث عن التسييس، نعم هناك مبرر للتسييس أو هناك جانب سياسي أيضا، وهو أن هذا اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون في أول زيارة لرئيس مصري منذ أكثر من 10 سنوات يأتي في وجه حشد ومعارضة شديدتين من جماعة الإخوان المسلمين التي تتمركز. نعم، ولكن التصريحات صدرت عن وزير الخارجية وليس عن عضو في المعارضة البريطانية. بالتأكيد، لا لا بالتأكيد هذا صحيح. الذي حدث هو أنه كان هناك حشد لإحباط الزيارة بأشكال مختلفة، منعها أو تحوير جدول أعمالها أو غير ذلك. فمن ثم تريد الحكومة البريطانية ألا تبدو أنها على درجة من المودة مع الرئيس المصري والحكم في مصر، خشية من أن يظهر هذا الاحتمال الثالث والأخير. هذا الجانب مهم جدا بالنسبة لحالة لندن. لكن من جانب آخر هو يمكن لندن من محاولة استخدام ورقة للضغط في محادثاتها مع الرئيس المصري من أجل أوضاع معينة، شروط في التعاون الاقتصادي أو غير ذلك، أو الحديث عن عدم الاستقرار أو عدم الأمن، مما يعطي ميزات لها في مجال الاستثمار. لكن يعني دعني أنتقل إلى نقطة أخرى شديدة الأهمية، وهي أنه في عملية تقصي الحقائق وفحص الحطام وفحص الصندوقين الأسودين، يعني لم يتحدث أحد من الفنيين حتى الآن
عن أي أثار الانفجار على حطام الطائرة، هو تحطم لم يظهر فيه حتى الآن أثر الانفجار، يعني حتى الجزء الذي احترق احترق، لكن لم يعني أثار الانفجار قد تظهر بأشكال مختلفة في صورة شظايا، في صورة احتراق جزئي أدى إلى التحطم لكنه لم يحترق بالكامل أو غير ذلك. كل هذا يظل في مقام التكهنات، ويندهش كثيرون يعني من أن بريطانيا اتخذت هذا الموقف الاستباقي، ولكنه ليس موقف استباقي دكتور. يعني احنا لو تابعنا تصريحات ديفيد كاميرون الذي قال بالحرف الواحد، تحدث عن وجود معلومات واستخبارات تلقيناها وبعثت لدينا مخاوف بأنها على الأرجح عملية تفجير إرهابية. السيد كاميرون لم يتحدث من فراغ، لديه معلومات على ما يبدو تشير بشكل من الأشكال إلى هذه الاحتمالية بالتأكيد، لكنها تظل معلومات غير مؤكدة. وبناء يعني أنا عشان كده قلت لحضرتك أنه موقف احترازي وتحوط بأكثر منه موقف مؤكد، لكنه يلحق الضرر بالسياحة في مصر على أي حال، ويثير تساؤلات. طبعا بعض الصحف خصوصا الصحف الشعبية زي ديلي ميل وغيرها أخذت هذا الأمر وعالجته بشكل مثير، يعني تهديد الإرهاب، تدمير الطائرات، السياح في مشردون، يعني نحتاج إلى أن نعود بهم إلى بلادهم وغير ذلك. يعني في ضرر منه وقع بالفعل، خصوصا وأنه يحدث في زمن يعني في وقت يتزامن مع مهرجان السنوي للسياحة والسفر في لندن. يعني يجب أن نشير أيضا إلى أن هناك اليوم 20,000 سائح بريطاني موجودين اليوم في 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 مصر، وتخشى عليهم لا شك حكومتهم الحكومة البريطانية. ولكن أيضا دكتور حمودة، واشنطن أعربت عن يعني موقف مماثل، لم تستبعد أيضا هذه الفرضية، ويعني قالت إنها تبقى قائمة، ما رأيك في ذلك؟ يعني هو يعني ليس من الممكن استبعاد أي فرضية، لكن التأكيد بوجود فرضية معينة استباقا لنتائج التقصي، خصوصا وأن مصر ليست وحدها التي تتقصى، هناك روسيا معها أيضا بفنيين وأفراد على الأرض لجمع أثار حطام ممكن تشير إلى شيء ما، وهناك أيضا يعني مؤسسات دولية زي يعني وكالة الأمان الجوي الدولية، كل هذا يعني له رؤية فيما يجري ومتابعة لما يجري. فلا يمكن يعني ليس مصلحة مصر التغطية على شيء. دكتور حمودة، دعني أسألك في نهاية الحوار حول الجانب السياسي الذي تحدثنا أشرنا إليه قبل قليل. هناك من يرى أن أيضا ربما كان لما تقوم به روسيا اليوم في سوريا على سبيل المثال علاقة بالموضوع. البعض يحاول أن يربط أيضا الموقف الروسي في الشرق الأوسط اليوم بما يجري، ما رأيك في ذلك؟ يعني هذا أمر لا يستبعد أيضا، لكن هو من الصعب القراءة أكثر مما يجب في حدث ما. يعني يحدث حدث فتجد كل من له علاقة بالموضوع أو له رأي في الموضوع يحمله أكثر مما يجب، هذا لا يستبعد، لكن دعنا ننتظر ونرى. عندما تحدث عملية بشكل ما تجد عشرات المنظمات تأتي وتصدر بيانات وتزعم أنها هي التي حققتها. دعنا ننتظر، ليس هناك أي شيء مستبعد، وهذه كارثة بكل المقاييس، ويجب التحوط لعدم حدوثها مرة أخرى والتوصل إلى حقيقة ما جرى. الدكتور عبد الله حمودة عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية كان معنا مباشرة من لندن، شكرا جزيلا لك.